السلام عليكم، مرحبا بكم في دروس اللغة التركية. أنا أخوكم التركي أنس، نستمر دروسنا اللغة التركية. سنتحدث اليوم عن بعض المصطلحات وعن أنواع الجذور وعن منطق اللواحق وعن المقاطع. كيف نقسم المقاطع؟ نحن سنتحدث عن كلها إن شاء الله. نعم، نحن كنا تحدثنا قبل هذا عن الأحرف، كنا تحدثنا عن الأحرف الصوتية وعن الأحرف الساكنة، وطبعا كنا تحدثنا عن بعض القواعد متعلق بهذه الأحرف، مثل التوافق الصوتي الكبير والتوافق الصوتي الصغير، وأيضا التوافق بين الأحرف الساكنة. لكن علينا أن نعرف هذا، كل الأحرف أصلا ترمز الأصوات. نعم، أصلا كل لغة ترمز العالم. في العالم شيئان أصلا، الكيانات والحركات. الكيانات تنعكس إلى اللغة كأسماء، الحركات تنعكس إلى اللغة كأفعال. نعم، نحن نعرف أن الكيانات تتحرك، تقترب، تفترق، تكون معرفة، تكون نكرة، مفرد وجمع. كيف نصل إلى هذا في اللغة التركية؟ نعم طبعا، مع لواحقنا يا أصدقاء. نعم، نحن سنتحدث عن كلها في دروسنا المقبلة إن شاء الله، لكن اليوم سنتحدث خاصة عن المقطع، يعني عن المقاطع والجذور واللواحق. نعم، إذا قلنا مقطع علينا أن نفهم أن المقاطع أصغر الوحدات في اللغة، تتلفظ بدفعة واحدة. نعم، إذا قلنا كوك علينا أن نفهم هذه، يعني إذا قلنا كوك علينا أن نعرف أصغر الوحدات في اللغة ذات معنى. نعم، إذا قلنا إك علينا أن نعرف الأصوات موظفة. نعم، يعني سيكون هذه الأصوات موظفة. نعم، بعد هذا، بعد المقاطع، يعني بعد الجذور ولواحقنا، سنصل إلى الكلمة. أصلا الكلمة يمكن أن تتكون من جذر أيضا. نعم، هذا شيء آخر. نعم، بعد الكلمة سنصل في دروسنا، سنتحدث في دروسنا عن التراكيب، كلمة جروبه. بعد ذلك سنتحدث عن الجملة، بعد ذلك عن الفقرات، يعني باراجراف. بعد ذلك سنصل أخيرا إلى النص. نعم، لكن نحن نعرف أصل كلها أصوات. نعم، يعني حتى المتن أو حتى النص تتكون كما نعرف من الأصوات. نعم، نستمر درسنا. كوك، الجذر. الجذر تنقسم إلى قسمين: اسم كوكو جذر، اسم فيل كوكو جذر فعل. اسم كوكو سيستعمل بوحدها، مثلا الماء، او، سو، هوا. لكل هذه الكلمات معنى بوحدها يستعمل، لا يحتاج أي شيء آخر. مثلا إذا قلنا الماء هذا يكفي. نعم، يمكن أن نستعمل بهذا الشكل، لها معنى بهذا الشكل. او، الماء تفاحة، أو بيت، سو
ماء هواء هواء فيل كوكو جذر فعل هل مثل جذر اسم لا مثلا في كلمة görmek نعم هذا جذر الفعل هل يمكن أن نستعمل بوحدها هذه الجذور لا لأن هذه الجذور تحتاج إلى الصيغات أو إلى الأشكال وأيضا لواحق الأشخاص يعني بوحدها لا تستعمل هذه الجذور أصلا لأجل هذه الناقصة نحن نضع هنا هذه الإشارة يعني معنى هذه الإشارة لا تستعمل الأفعال بوحدها لأجل ذلك في التلفظ أصلا نحن نقول إذا قرأنا نحن نقول görmek يعني نحن نستعمل لاحقة المصدر نعم gelmek نحن نقول هكذا sormak bulmak görmek رؤية gelmek مجيء sormak سؤال bulmak وجود أو وجدان نعم نستمر بلاحقة اللواحق تنقسم إلى قسمين يapım ekleri يعني لواحق التكوين يapım çekim ekleri لواحق التصريف ما الفرق بينهما؟ نعم لواحق التكوين ستأتي إلى الكلمات وستغير المعنى أما لواحق التصريف ستأتي إلى الكلمات لكن لن تغير معنى نعم يعني لن تغير معنى الكلمة نعم لواحق التكوين تنقسم إلى أربعة أقسام اسمدان اسم يابان يابم إكليري يعني اللواحق التي تأتي إلى الأسماء وتجعل من هذه الأسماء أسماء أيضا نعم مثل ما رأينا في كلمة تشيكتشي نعم تشيك اسم أضفنا هذه اللاحقة بعد ذلك أصبح اسم أيضا نعم هل هذه اللاحقة غيرت معنى الكلمة نعم كيف هذا مثلا تشيك زهرة إذا قلنا تشيكتشي أصبح معناها بائع زهور بسبب هذه اللاحقة تغير معنى إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين نعم إذا قلنا كتابلك كتاب كتاب كتابلك مكتبة نعم بعد هذه اللاحقة هل تغير المعنى؟ نعم تغير إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين مثلا في كلمة أولي نعم جذرنا أو بيت إذا قلنا أولي معناها أصبح متزوج أو متزوجة هل هذه اللاحقة تغيرت معنى الجذر؟ نعم تغيرت إذن هذه اللاحقة أيضا من لواحق التكوين نعم لكن انتبهوا هذا يا أصدقاء مثلا أنواع اللواحق لن تتغير مثلا هذه اللاحقة أتت إلى الاسم وجعلت من الاسم اسم أيضا نعم هذه الخصوصية لن تتغير يعني معناها هذا نحن نستعمل هذه اللاحقة لهذا الأمر مثلا في كلمة كتابلك أيضا نرى نفس الشيء مثلا هذه اللاحقة لك 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 لها أربع أشكال ستأتي إلى الأسماء دائما وسنحصل بعد هذه اللاحقة أيضا أسماء هذا الشيء لا يتغير نعم انتبهوا هذا القسم الثاني اسمنا في اليابان يابم إكتري يعني تأتي إلى الأسماء اللواحق التي تأتي إلى الأسماء وتجعل هذه الأسماء أفعال يعني فعل نعم
فلنرى على الأمثلة. مثلا في كلمة أولمك جذرنا أو أو صيت، إذا قلنا أولمك أصبح معنى هذه الكلمة اصطياد. هل تغير المعنى؟ نعم. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. نعم، مثلا في كلمة أزالمك جذرنا أز معناها قليل، إذا قلنا أزالمك أصبح معناها تقلل. نعم، تغير المعنى بواسطة هذه اللاحقة. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. نعم، في كلمة يشمك أيضا نرى نفس الشيء. أصلا جذرنا يش سن بعد لاحقتنا أصبح معناها عيشة. إذا تغير المعنى بواسطة هذه اللاحقة. إذا هذه اللاحقة من لواحق التكوين. نعم، القسم الثالث فيلدان اسم يابان يابونيك بيري، اللواحق التي تأتي إلى الأفعال وتجعل من هذه الأفعال اسماء اسم. مثل ماذا؟ مثل كلمة بلغي، مثلا جذرنا بلمك يعني علم يعلم، بعد لاحقتنا أصبح معناها معلومة يعني تغير المعنى. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. نعم، في كلمة بشر مثلا جذرنا بشارمك يعني نجح ينجح، تأتي من هنا. إذا قلنا بشر أصبح معناها نجاح. هل تغير المعنى؟ نعم، انتبهوا. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. في كلمة أتشك نرى نفس الشيء، جذرنا أتشمك فتح يفتح، لاحقتنا صوت ك فقط. يوجد هنا لكن فكروا هذا مثل الحماية بين الساكنين الآن. نعم، لاحقة ك هل غيرت المعنى؟ نعم غيرت. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين، أصبح بعد لاحقتنا معنى هذه الكلمة مفتوح. نعم، القسم الرابع فيلدان فيل يابانيا بوميكري يعني اللواحق التي إلى الأفعال وتجعل من هذه الأفعال أيضا الأفعال. مثلا جذرنا هنا أتشمك فتح يفتح، بعد لاحقنا أصبح المعنى فتح، تغير المعنى. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. مثلا في كلمة يكمك جذرنا يكمك يعني غسل يغسل، إذا قلنا يكمك أصبح معنى هذه الكلمة استحمام، تغير المعنى. إذن هذه اللاحقة يعني صوتنا فقط من لواحق التكوين. نعم، في مثال بولوشمك أيضا نرى مثلا جذرنا نرى نفس الشيء، جذرنا بولمك وجد يجد، إذا قلنا بولوشمك معناها أصبح لقاء أو التقاء. نعم، تغير المعنى. إذن هذه اللاحقة من لواحق التكوين. يعني ملخصا يبميكليري يعني لواحق التكوين اللواحق التي تأتي إلى الكلمات وتغير المعنى، وأيضا نحن نحصل الكلمات الجديدة مع هذه لواحق. نعم، أما لواحق التصريف، نحن قلنا في بداية هذا الموضوع هذه اللواحق لا تغير المعنى. نعم، تنقسم إلى قسمين، اسم تشيكي مكتري التي تأتي إلى الأسماء. نعم، إذا قلنا بيلجيلار، نعم بيلجي كان معلومة، إذا قلنا بلغيلر أصبح معناها معلومات. نعم، انتبهوا، هل تغير معنى هنا؟
لا، هنا معنى ثابت. إذن هذه اللاحقة لم تغير المعنى. إذن هذه اللاحقة من لواحق التصريف، هكذا. يعني هل المعنى يتغير أم لا يتغير؟ يمكن أن نفهم من هذا نوع لواحقنا. نعم، في كلمة بشر مثلا، بشر كان نجاح. إذا قلنا بشر أصبح معناها نجاحي. انتبهوا، هل معنى بشر ثابت أم لا؟ نعم، يبقى كما كان. إذن هذه اللاحقة من لواحق التصريف، يعني لم يغير المعنى، هكذا. نعم، في كلمة إف ده مثلا في البيت معناه إف بيت. إذا قلنا في البيت، هل تغير معنى إف معنى البيت؟ لا. إذن هذه اللاحقة أيضا من لواحق التصريف يا أصدقاء. نعم، في تكيم أكتره، يعني التي تأتي إلى الأفعال. مثلا جذرنا جالمك، يعني هذا أتى يأتي. إذا استعملنا مثلا صيغة أو لاحقة الماضي جالدي، هل يتغير المعنى؟ لا لا، يعني معنى جالمك ثابت. إذن الصيغات كلها من لواحق التصريف، يعني لا تغير المعنى. نعم، لو استعملنا مثلا، هنا نرى اللواحق الأشخاص، هل ماذا سنقول إذن؟ نعم، نحن نركز هذا فقط، هل يغير المعنى أم لا؟ نعم، هنا ثابت معنى الإيتاء جالمك، إذن مجيء يعني. إذن هذه اللاحقة أيضا مثل لاحقة ماضي من لواحق التصريف. نعم، نرى في المثال الأخير لاحقة السؤال، هل هذه اللاحقة تغير المعنى؟ إذا قلنا هل أتى، هل تغير المعنى؟ لا. إذن لاحقة السؤال أيضا من لواحق التصريف. نعم، لكن يمكن أن نذكر هذا الآن. لاحقة التكوين مثلا تأتي إلى الكلمات فتجعل من هذه الكلمات الجديدة. نعم، مثل ما رأينا في هذه الكلمات، لكن يتغير المعنى، لكن أيضا المعنى متعلق بجذر الكلمات. انتبهوا، يعني لا يختلف تماما. يعني مثلا إذا قلنا تشيكتي بائع الزهور، أيضا المعنى متعلق بالزهرة، أليس كذلك؟ نعم، انتبهوا هذا أيضا. نستمر. إكلرين كولانمي، يعني استعمال اللواحق، كيف سنضيف اللواحق إلى الكلمات. نعم، إذا رأى في لاحقتنا شكلان مثل هذا، يعني أ لم يكن أ أو أ، ماذا سنفعل؟ نعم، سنتذكر فورا التوافق الصوتي الكبير. يعني إذا كان في لم يكن حرف من أحرف الصوتية السميكة في آخر الكلمة، إذن في لاحقتنا أيضا سنستعمل مثلها. مثلا في هذا المثال كما رأينا، وكلار مثلا، أنا أردت أن أجعل هذه الكلمة جمعا، كيف سأفعل هذا؟ نعم، لاحقتنا ماذا؟ لارلاش،
لها شكلان. انتبهوا، أنا سأركز الحرف الأخير الصوتي هذا من السميك، إذن في اللاحق أيضا سأستعمل السميك. نعم، لو يكن في الرقيق مثلا، أنا الحرف الصوتي في آخر الكلمة لم يكن من الأحرف الصوتية الرقيقة، ماذا سأفعل؟ إذن أيضا سأفعل، يعني سأستعمل مثلها هكذا فقط. نعم، مثلا في هذه اللاحقة، انتبهوا تغيرت اللاحقة هنا، لكن نرى أيضا شكلان، شكلان آ آ آ. إذن أيضا سنفكر هذه القاعدة أيضا، لكن هنا يتغير أيضا حرف ساكن. كما نعرف في بداية الكلمة، لا في بداية لاحقتنا لم يكن مثل هذا الحرف، يعني الذي له شكلان. إذن سنتذكر فستق تشهب، يعني الأحرف الصوتية القاسية. نعم، مثلا كما رأينا في هذه الأمثلة، إذا كان واحد من هذه الأحرف في آخر الكلمة، مثلا كما رأينا في كلمة الصنف أو ماركت، لو يكن مثل هذه اللواحق، يعني مثلا في هذه اللاحقة توجد في بداية اللاحقة الحرف الذي يتغير. نعم، إذن سأستعمل، يعني لو يكن في آخر كلمتنا حرف من أحرف الصوتية، لا من أحرف الساكنة القاسية، يعني فستق تشهب، إذن في بداية لاحقتنا أيضا سأستعمل مثلها. لكن كما قلنا في لواحقنا سنرى مقابل هذا الحرف ت، يعني سنرى كما رأينا هنا صوت د، ك صوت غ، أو صوت ش كما رأينا هنا. يعني في لواحقنا نرى هذه الأصوات، لكن لم يكن في آخر كلمتنا حرف من هذه الأحرف، طبعا نحن سنستعمل في لاحقتنا صوت ت، صوت ك، وصوت ش. نعم، مثلا كما رأينا في هذا المثال صنف ت، وفي هذا المثال أيضا ماركت ت. انتبهوا، يوجد هنا صوتي، نحن اخترنا هنا آ بحسب ماذا؟ انتبهوا، بحسب ما قبله الحرف الأخير الصوتي، هذا من السميك كما رأينا هنا، إذن نختار ما بعدها سميك. هنا اخترنا رقيق، لماذا؟ لأن ما قبله أيضا رقيق هكذا. نعم، إذا كان لاحقتنا بأربع أشكال، نعم، إذا كتبت لكم هذا، أنا كنت قلت هذا الشيء لكم، إذا كتبت كبيرا، نعم أنتم كنتم ستفهمون من هذا أربع أشكال، يعني الأحرف الصوتية الضيقة إي أو أ. إذا كان في لاحقتنا بأربع أشكال ماذا سنفعل؟ نعم، سنستعمل هذا الجدول يا أصدقاء، دائما سيكون هكذا. مثلا إذا الحرف الأخير الصوتي في كلمتنا لم يكن آ أو أ، كما رأينا هنا آ، هنا أ، إذن ما بعدها نحن سنستعمل أ،
انتبهوا في هذه اللاحقة أصبح سيأتي م، لكن لماذا استعملنا هنا أ؟ لأن ما قبله أ أو أ كما رأينا في هذه الأمثلة. مثلا إذا كان حرفنا الصوتي في آخر الكلمة يعني أ أو إي، لاحقتنا ستأتي بشكل إي كما رأينا هنا مثل مي كليت مي. لماذا اخترنا هنا صوت إي، صوت إي؟ لأن ما قبله إي. نعم قاعدتنا تقول هذا. نعم إذا كان أو 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 آخر صوتنا يعني الحرف الأخير الصوتي إذا كان أو 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 ستستمر لاحقتنا بشكل أو، مثلا في كما رأينا في هذه الأمثلة زور مو. لماذا اخترنا هنا أو؟ لأن ما قابله أو. نعم وبالمناسبة هذا لاحقة السؤال، هذه لاحقة السؤال. ليس مهم المعنى، انتبهوا المنطق. نعم سورومو اخترنا هنا أو، لماذا اخترنا هذا؟ لأن ما قبله أو. نعم نحن نعرف من جدولنا إذا كان الحرف الأخير الصوتي أو أو أو. نعم إذن ستستمر يعني سنستعمل في لاحقتنا أو، مثلا كما كان في مثال جلم جلم هكذا. نعم ملخصا إذا رأينا مثل هذه اللواحق، يعني ليس هذه اللاحقة فقط، إذا رأينا بأربع أشكال في لواحقنا، يعني إذا رأينا الأحرف الصوتية الضيقة يعني واحد من أ إي أو أ، إذن نحن سنتذكر هذا الجدول يا أصدقاء. مثلا نحن نرى هنا لاحقة أخرى لها ثمانية أشكال، انتبهوا نحن رأينا هنا أ كبير يعني كما كان هنا. إذن هذه الصوتية ستأتي بحسب هذا الجدول أيضا. مثلا إذا قلنا بلج، لماذا اخترنا هنا صوت أ؟ لماذا هذا؟ لأن ما قبلها الحرف الأخير الصوتي أ. نعم مثل هذا أصلا استعملنا مثل هذا، استعملنا أ في لاحقتنا لأن ما قبلها أ كما رأينا هنا. نعم مثلا في كلمة أودنجو استعملنا في لاحقتنا أو، لماذا هكذا؟ أصلا أيضا بحسب هذه الجدول أيضا أو، لأن الحرف الأخير الصوتي في كلمتنا هنا نرى أو. إذن بحسب جدولنا علينا أن نستعمل أو أيضا ما قبله. نعم يوجد هنا ساكن يمكن أن يتغير كما رأينا، هذا سيتغير بحسب فستك شهاب كما قلنا يا أصدقاء. نعم يعني إذا كان في آخر الكلمة واحد من هذه الأحرف إذن سنختار مثله يعني حرف من أحرف القاسية يا أصدقاء. نستمر بالمقاطع. في اللغة التركية ستجدون ستة أشكال، لن تجدوا أكثر من هذا. يمكن أن يتكون المقطع من صوتي فقط،
نعم. وبالمناسبة المقطع يعني أهم شيء في المقطع الأحرف الصوتية، حرف صوتي يعني تحمل الحرف حرف صوتي المقطع. يا أصدقاء انتبهوا هذا. مثلا في كلمة أو كما رأينا هنا هذا مقطع بوحدها، إي هنا مثلا في كلمة إكي هنا مقطع واحد، مقطع واحد. كيف نقسم هذا؟ سنتعلم بعد قليل إن شاء الله. مثلا في كلمة أتشك المقطع الأول يتكون من صوتي فقط كما رأينا هنا. نعم في الشكل الثاني يتكون مقطعنا من صوتي وساكن كما رأينا في هذه الأمثلة. نعم مثلا هنا صوتي لا ساكن. الشكل الثالث يتكون من ساكن وصوتي كما رأينا في هذه الأمثلة، ي د يدا. نعم الشكل الرابع يتكون من ساكن وصوتي وساكن كما رأينا في هذه الأمثلة. الشكل الخامس يتكون من صوتي ساكن وساكن وساكن أيضا كما رأينا في هذه الأمثلة. ألت أست أركمك في هذا المثال، مثالنا هذا المقطع ليس هذا. مك مثال الشكل الرابع. نعم انتبهوا هذا الشكل وهذا الشكل لا يستعمل كثيرا في اللغة التركية. نعم لكن مع هذا سنرى. الشكل السادس يتكون من ساكن وصوتي وساكن ساكن كما رأينا هنا، د ساكن، أ صوتي، ر ساكن، ت ساكن أيضا. كنا قلنا في بداية دروسنا في اللغة التركية في بداية الكلمة لا تجتمع صوت ساكنين، لا يجتمع ساكنين، لكن في آخر كلمتنا كما رأينا هنا يمكن أن نرى. نعم لكن أحيانا ليس كثير هذا. نعم نستمر. نعم وصلنا إلى تقسيم المقاطع، هجب لم تقسيم المقطع هكذا. يمكن أن نفعل هكذا. نعم أنا قسمت الكلمات لكم هنا. نعم يمكن الآن نعم أن نقسم معا، فلنقسم معا الآن. كيف سنفعل سنحل هذا؟ أولا كما قلنا قبل هذا إذا قلنا المقطع أنتم ستركزون الأحرف الصوتية. لماذا؟ لأن الأحرف الصوتية تحمل المقاطع. نعم يعني كما رأينا قبل قليل حرف صوتي واحد كان يمكن أن يكون مقطع بوحدها. نعم مثلا عدد المقاطع كيف يفهم؟ أصلا هذا سهل جدا. كم مقطع موجود هنا مثلا في هذه الكلمة أو في هذه الكلمة؟ نحن نعد الأحرف الصوتية فقط. مثلا هنا
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا هذه الكلمة تتكون من أربعة مقاطع هكذا كما رأينا هنا. مثلا هذه الكلمة تتكون من دقيقة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعم، إذا تتكون من خمسة مقاطع، من خمسة مقاطع كما رأينا هنا. لكن كيف قسمنا، كيف قسمت هذه المقاطع، هذه الكلمات، آسف. نعم، نركز الصوتي. مثلا نحن نبدأ في من آخر الكلمة. رأينا صوت حرف أ صوتي هنا. الصوتي تريد ما قبله ساكن. نعم، يعني يأخذ الساكن ما قبله، لكن سيكون واحد. انتبهوا هذا. إذن هنا الصوتي تريد ما قبله، تمام. إذن أصبح مع هذا تقم كما رأينا هنا. نرى صوتي أيضا، نبحث صوتي. بعد ذلك نعم، هو كان يريد ما قبله، أخذ الصوت تا. نعم، إذن معا كما رأينا هنا أصبح تقم. بعد ذلك نبحث عن صوتي أيضا، وجدنا هنا حرف أ، حرف أ. نعم، هو كان يريد ما قبله. نعم، أخذنا صوت س. انتبهوا، يوجد ما قبله أيضا ساكن، لكن الصوتي لا يستطيع هذا، يأخذ حرف ساكن واحد. نعم، يكون تقم معه كما رأينا هنا. نعم، نبحث صوتي أيضا. نعم، رأينا صوته حرف آ، حرف آ. هو كان يريد ما قبله، إذن ي منها، منه. بقي صوتنا. نعم، إذن هذا الصوت، يعني حرفنا أيضا من هذا التقم. لماذا؟ لأن حرف أ لا يمكن أن يأخذ مع حرف أ. لماذا؟ لأن الصوت لا يستطيع أن يأخذ الساكنين ما قبله. لكن نعم، إذن نحن نقسم كلمتنا بهذا الشكل. ينصتج أصبح هكذا. نعم، مثلا في كلمة كتابلك في آخر، نبحث عن صوتي أولا. نعم، رأينا هنا هو كان يريد ما قبله. نعم، إذن حرف لا مع تمام. هل يوجد هنا أي صوتي؟ لا يوجد. إذن حرف ك أيضا من هذا التقم كما رأينا هنا. نعم، بعد ذلك نبحث صوتي. حرف آ موجود هنا، هو كان يريد ما قبله. نعم، رأينا صوت ت. إذن ت من منه. بعد ذلك بقي حرف ب بوحدها، إذن هذا من نفس التقم، يعني ثلاث أحرف كما رأينا هنا من نفس التقم. نبحث عن صوت آخر، رأينا إيه، هو كان يريد ما قبله. إذن نحن قسمنا كلمتنا بهذا الشكل. كي طب لك أصبح هكذا. نعم، مثلا في كلمة أربعة نرى هنا صوتي، هو كان يريد ما قبله ساكن واحد، تمام، أخذ هذا الحرف أصبح معه تقم. نعم، كما رأينا هنا. بعد ذلك نبحث صوتي. نعم، رأينا هنا هو كان يريد ما قبله ساكن واحد، أخذ
هذا أصبح معه تقم كما رأينا هنا. نعم، بقي صوتي فقط. هذا الصوت بوحدها يكون مقطع. نعم، وبالمناسبة يمكن أن نقول هذا غير المقطع الأول، كل المقاطع في اللغة التركية تبدأ بالأحرف الساكنة يا أصدقاء. نعم، كما رأيتم في هذه الأمثلة. لكن انتبهوا في الكلمات التركية. نعم، أنا لن أحل كلها. مثلا في كلمة ساتش، انتبهوا، هذه الكلمة ليست تركية كما تعرفون. أصلا كلمة عربة أيضا ليست تركية، لكن كان يوافق لقاعدتنا. مثلا نحل هذه الكلمة، نرى صوتي، هو كان يريد ما قبله، أخذنا صوتك، إذن معه أصبح تقم. نعم، بعد ذلك هل نرى أين حرف صوتي؟ نبحث عن صوتي. نعم، نرى هنا آه. هل يوجد ما قبله ساكن؟ لا يوجد. إذن نعم، نترك هذا المقطع، نذهب أو نبحث عن صوت آخر. نعم، وجدنا أيضا هنا، هو كان يريد ما قبله، أخذ صوت ما. طيب، بقي ماذا؟ حرفان هنا. إذن نحن نقسم بهذا الشكل يا أصدقاء، سات تشي. أصلا في أصل الكلمة يوجد حرف عين كما تعرفون، لكن لا نرى أو لا نظهر، لا يظهر في الكلمات التركية ولا يتلفظ أيضا. نعم، في كلمة كوركمك فلنحل معا، نرى حرف آ في آ. نعم، هنا هو كان يريد ما قبله، أخذ حرف ما. إذن نعم، هل كان يوجد هنا حرف صوتي آخر؟ لا يوجد. إذن حرفك أيضا من هذا التقم كما رأينا هنا. نعم، نبحث صوتي، أين هو؟ نعم، حرف أو، هو كان يريد ما قبله. نعم، أخذنا هذا. بعد ذلك هل يوجد صوتي آخر؟ هنا لا يوجد. إذن هذا الحرف صوت ر، حرف ر، وهذا الحرف حرف ك من نفس التقم. انتبهوا، تذكروا هذا من شكل السادس. من شكل السادس، لماذا ليس من هذا المقطع؟ لأن هذا الصوت لا يستطيع أن يأخذ ساكنين ما قبله، يعني يستطيع يعني أن ينفذ أو أن يأخذ حرف ساكن واحد فقط. نعم، لكن في كلمة كوركونش فلنحل هذا معا، نبحث عن صوتي، وجدنا حرف أو هنا، هو كان يريد ما قبله. تمام، أخذنا حرف ك. إذن هذا يعني حرف ك منه. هل يوجد ما بعد حرف صوتي؟ لا يوجد. إذن هذان الحرفان أيضا من نفس التقم، يعني مقطعنا هذا. نعم، بعد ذلك نبحث عن صوتي أيضا، وجدنا حرف أو، هو كان يريد ما قبله، أخذ حرفك. إذن بقي حرف ر، إذن هذا من نفس التقم أيضا كما رأينا هنا يا أصدقاء. نعم، توجد هناك كلمات أنا كتبت لكم أصلا،
أنا أريد أن تحل هذه الكلمات وتكتب في قسم التعليقات. لو تكتبون في قسم التعليقات لو تكن أخطاءكم يمكن أن نحل هذا معا يا أصدقاء. نعم نعم أنهينا درسنا الآن. يمكن أن تدعموني باشتراككم في قناتي لو أعجبكم هذا الدرس. أشكركم على صبركم، على أمل أن نلتقي في فيديو آخر في درس آخر. السلام عليكم.